والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول إعدادي، موعدنا اليوم مع قصة عقبة بن نافع. قصة عقبة بن نافع سوف نتناول اليوم الفصل الثاني يا أولاد بعنوان عقبة في طريقه إلى برق. الأول يا أولاد احنا درسنا أحداث الفصل الأول وعرفنا فيها نشأة سيدنا عقبة وأحوال البيئة التي تربى بها وكيف أثرت في شخصيته. النهاردة يا أولاد هنتناول أحداث الفصل الثاني. تعالوا بينا نشوف الجزء الأول من الفصل يتحدث عن أن ذات يوم وقف عمرو بن العاص على شاطئ الأسكندرية يفكر في أن الله قد نصره على الروم في الشام ومصر، ولكن حدود مصر من جهة الغرب تحتاج إلى الأمان حتى لا يفكر الروم في غزو مصر من هذه الناحية. الجزء الأول بيتحدث عن تفكير عمرو بن العاص في كيف يؤمن حدود مصر الغربية من غزو الروم، وتفكيره في هذه اللحظة كان يقف بجواره عمرو في هذه اللحظة ابن خالته عقبة ابن نافع، وكان في 22 من عمره. دار حديث بين عمرو وعقبة. قال عمرو العقبة: يا عقبة، إنني اخترتك لمهمة سيكون لك بها شأن عظيم، وستكون أول خطوة في فتح إفريقيا. رد عقبة: ما شئت يا أبا عبد الله، ماذا تريد مني؟ قال له عمرو: أريدك أن تذهب في سرية إلى برق وتستطلع أحوال أهلها. قال عقبة: أمرك يا أبا عبد الله، متى أسافر إلى برقة؟ أجاب عمرو: غدا إن شاء الله. يبقى الجزء الثاني يا أولاد بيتحدث عن تكليف عمرو إلى عقبة بمهمة. طبعا احنا عرفنا المهمة هي استطلاع أحوال برقة عن طريق أن يذهب عقبة بمجموعة من المجاهدين ليتعرفوا أحوال برقة لكي يفتحها عمرو بن العاص وينشر بها الإسلام. تعالوا بنا يا أولاد نكمل. وفي اليوم التالي بعد صلاة الفجر انطلق عقبة ومعه عدد صغير من المجاهدين، وبعد مسيرة أيام قليلة وصلوا إليها وراحوا يتجولون هنا وهناك حتى تعرفوا أحوال البلاد وما يشغل بال أهلها وكيف يعيشون تحت الحكم البيزنطي ورأيهم في مساوئ هذا الحكم ولماذا يتذمرون منه. بالفعل في اليوم التالي يا أولاد عقبة ذهب إلى برقة لينفذ المهمة التي طلبها عمرو منه، وبدأ فعلا في تفقد أو التعرف على أحوال أهل برقة وما يشغل بالهم وما رأيهم في الحكم البيزنطي. تعالوا بنا يا أولاد نتعرف على باقي أحداث الفصل. عرف عقبة من أهالي برقة أن استياءهم من الحكم البيزنطي يرجع إلى كثرة الضرائب المفروضة عليهم وقلة الأجور وعدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة مستقرة، إذ إن بعض القبائل تغير على البعض الآخر وتنهب ما لديها من أموال، وأن عدد من القبائل تمرد على الحكم البيزنطي. بالفعل يا أولاد عقبة عرف أن سبب تذمر أهل برقة من الحكم البيزنطي ثلاث أسباب: أول حاجة كثرة الضرائب، تاني حاجة قلة الأجور، والحاجة الثالثة عدم وجود قوانين تكفل لهم حياة آمنة، وده بسبب ان القبائل بتغير على البعض، يعني بيحصل هجوم من القبائل على بعضها كما كان يحدث في ايام الجاهلية، وان ده بيتسبب في نهب الاموال، وبسبب كده عدد من القبائل تمرد على الحكم البيزنطي. تعالوا بينا يا اولاد بعد ما تعرفنا على احد الفصل نتجه الى فقرة سؤال وجواب. السؤال الاول بيقول لي: ما الذي كان يشغل فكر عمرو بن العاص وهو على شاطئ البحر؟ أنه قد انتصر على الروم في الشام ومصر
ولكن حدود مصر من جهة الغرب بحاجة إلى الأمان حتى لا يأتوا الروم منها مرة ثانية. أول سؤال عندي بيتحدث عن ماذا كان يفكر عمرو اللحظة التي كان يقف فيها التي كان يقف بها على شاطئ البحر المتوسط. تعالوا بينا يا أولاد نشوف سؤال الثاني. إنني اخترتك لمهمة سيكون لك بها شأن عظيم وستكون أول خطوة في فتح إفريقيا. من المتحدث ولمن؟ المتحدث هو عمرو بن العاص، وتحدث لمن؟ لعقبة بن نافع، وهما على شاطئ البحر المتوسط بالأسكندرية. يبقى الجملة دي مين اللي قالها؟ قالها عمرو بن العاص، وقالها لمين؟ لعقبة، والمكان كان على شاطئ البحر المتوسط. تعالوا بينا نكمل يا أولاد. ماذا طلب عمرو من عقبة؟ طلب عمرو من عقبة أن يأخذ سرية، وإحنا قلنا السرية هي مجموعة من المجاهدين صغيرة لا ترتقي إلى الجيش، ويذهب بها إلى برقة ليستطلع أحوال أهلها، فإذا كانت مطمئنة يأخذ عمرو الجيش ويفتحها وينشر فيها الإسلام. بهنا ذكر سبب تكليف عمرو العقبة بهذه المهمة، إن عمرو كان يريد أن يطمئن إلى أحوال برقة حتى يذهب إلى إيه؟ إلى فتحها ونشر الإسلام فيها. تعالوا بينا يا أولاد نكمل. هل نفذ عقبة ما طلب منه؟ نعم، فقد صلى الفجر وأخذ عددا صغيرا من المجاهدين وتوجه إلى برقة، ونزل ضيفا على بعض القبائل وظل بها عدة أيام يتجول فيها حتى عرف أحواله. يبقى بالفعل عقبة نفذ المهمة التي طلبت منه بنجاح. تعالوا بينا يا أولاد نكمل. لماذا كان البربر يكرهون الحكم البيزنطي؟ سبب ثلاث أسباب يا أولاد، ثلاث أسباب لازم نحفظهم كويس. أول سبب كان كثرة الضرائب المفروضة عليهم. السبب الثاني قلة الأجور. السبب الثالث عدم وجود قوانين تحميهم، فالقبائل تهجم على بعضها وتنهب ما لديها، كما حدث أيضا قتال بين بعض القبائل والروم لخروجهم على حكم الرومان. تمنى يا أولاد أنكم تكونوا فهمتوا الفصل كويس، وإلى لقاء في فصل